في سماء الصين لوحات رسمت بإتقان، أشكال هندسية خطها مهندسون بارعون لتظهر لنا هذه اللوحة بأشكال متغيرة، ليست أشعة ليزر موجهة أو شاشات عرض من فيلم خيالي، بل هي مجموعة من الدرونز أو الطائرات من دون طيار. سرب معقد التفاصيل زين سماء شنغهاي. 3000 طائرة من دون طيار انطلقت في جملة واحدة مع تنظيم شديد ومحكم لحركتها، يتم التحكم بها من غرف للذكاء الاصطناعي عبر خارطة هندسية بالغة الدقة، حتى يخرج لنا هذا المشهد. آلاف المسيرات تزين السماء بتناغم تام دون أن تصطدم أي منها بالأخرى. تحليل أداء المسيرات في مهمة جماعية أو سرب أظهر ضرورة تأمين توجهها وعدم انحرافه عن المسار المحدد لها، ويستلزم تعاوناً متعدد التخصصات بين مراكز الأبحاث الخاصة بالروبوتات والأمن. الأسواق العالمية تشهد تنامياً كبيراً على طلب الدرونز. الفضول للاستكشاف وتطويرها بالذكاء الاصطناعي زاد من انتشارها وصناعتها، فمن المتوقع أن يبلغ حجم سوق الطائرات بدون طيار سقف 43 مليار دولار بحلول عام 2024. تقنية الطائرات دون طيار مرت بسبعة أجيال، وكان التطور بين جيل وآخر طفيفاً، لكن الذكاء الاصطناعي وعبر خوارزميات التعلم العميق أحدث ثورة في صناعة الدرونز. قصة ابتكار المسيرات بدأت عام 1849 عندما فكر النمساويون في صنع منطاد يطير من دون طيار، لكن بعض السكان أسقطوه بالبنادق. وفي عام 1907 صمم أول نموذج من دون طيار. بعدها بعشر سنوات ابتكر نيكولا تسلا تقنية الطائرات من دون طيار لأول مرة في التاريخ. أما في عام 1937 بدأت عسكرة الطائرات المسيرة عن طريق طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي. بعدها بثلاث سنوات امتلك الجيش الأمريكي نحو 15,000 طائرة يتم التحكم فيها عن طريق الراديو. ثم استخدمت الطائرات من دون طيار في حرب فيتنام عام 1960. ومنذ عام 1990 أصبحت الدرونز أصغر حجماً وأسرع من سابقاتها، ليتم استخدامها في شتى المجالات مدنياً وعسكرياً، فقيامها بمهام فريدة ومختلفة غير التي تقوم بها طائرة يقودها طيار بشري جعل في استطاعتها شن حرب إلكترونية تعاونية مع مثيلاتها من الطائرات عن طريق التشويش على إشارات العدو، بالإضافة إلى قدرتها على نشر الصواريخ أو القنابل.